وفي هذا الإطار وبغض النظر عن طبيعة الاقتراع علاقة بالقانون العضوي المنظم للانتخابات والذي يعيق مبدأ حرية الترشح، وبصرف النظر عن الممارسات البالية الموروثة عن نظام الحزب الواحد والواجب محاربتها لإرساء قواعد المناظرة السياسية، وبعد مناقشة خطة العمل وتحديد الأهداف السياسية والمادية الواجب تحقيقها ولإشراك كل إطارات الحزب في القرار وتبعاته وتجنيد كل القواعد النضالية، تقرر اللجنة المركزية تنظيم جمعيات عامة في كل الولايات لمناقشة القرار واستدعاء دورة المجلس الوطني يومي 10 و11 مايو المقبل، والتي ستكون مسبوقة بدورة أخرى للجنة المركزية يوم 9 مايو للفصل في شكل ومضمون المشاركة والإعلان عنها